على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا رجل حياة فمي إذاعة القيرة وإن الأصحاح لوسهل بكل ما تحق بينا في الاستماع. ذكركم أنتم في الاستماع للبوند فم 93، مواصلين معكم المشوار من توا حتى نص نهار في سانتي 5.0. كل المواضيع اللي تهم الصحة متاعكم على خطر صحتكم عزيزة عليكم وعلينا ناس الكل اللي تسمع فينا على 93. نحاول نعطيكم أهم المعلومات اللي تهم الصحة متاعكم، سينو كيف العادة عودة على أخبار الصحة متاعنا. ناس الكل في ظل جائحة كورونا في ظل التطورات الصحية اللي قاعدة تصير كل سواء على المستوى الوطني وإلا المستوى العالمي. كيف العادة في ساعتنا الثانية نحاول نعطيكم أهم المعلومات اللي تهمكم في الصحة متاعكم في خصوص موضوع صحي معين مع أهل الاختصاص. ولولا الألم لكان المرض راحة تحبب الكسل، ولولا المرض لفترست الصحة نوازع الرحمة في الإنسان، ولولا الصحة لما قام الإنسان بواجب ولا بادر، ولولا الواجبات والمكرمات لما كان لوجود الإنسان في هذه الحياة. معنا مصطفى السباعي تدسويت سمغ سمغ. اليوم مش حاولوا نحن نرجع لكم على أهم الأخبار اللي تهمكم. بداية بولاية القيروان، 72 نتار طبي وشبه طبي باش يقدموا الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية بالجهة لمدة سنة. ونعرفوا نحن نقص في الإطار الطبي وشبه طبي خاصة في ولاية القيروان على مستوى المستشفيات، كلكسوا مستشفى ابن الجزار وإلى مستشفى الأغالبة وإلى حتى توفيرهم في مختلف المستوصفات باش يكونوا على بين على المعلومات هذه. في 72 نتار طبي وشبه طبي باش يقدموا الخدمات الصحيه. سينو القرون يمشي بكم السوسه وانطلاق فعاليات مؤتمر الجمعيه الوطنيه للطب الاستعجالي. هذا باش نعرفوا باكثر تفاصيل بعد بشويه. رئيس المجلس الوطني لهيئه الصيادله يقول لا زياده مبرمجه في اسعار الادويه. نعرفوا اكثر تفاصيل على التقرير هذا. سينو كيف العاده نمشي بكم المختلف الدراسات اللي تهم الصحه نتاعكم ومختلف التظاهرات الصحيه اللي تنجم تتنظم. نحاولوا نسلطوا الضوء عليها. سينو في ساعتنا الثانية كيف العادة فيها لو دكتور يكون حاضر معنا أهل الاختصاص. اليوم ضيفنا باش يكون الدكتور رضوان الصفي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي. موضوعنا باش يكون القولون العصبي. شنو هو برشا نسمعوا على المرض هذايا باش نعرفوه بأكثر تفاصيل. شنو هو القولون العصبي بعد ما نعرفوا لكم بطبيعة الحال القولون شنو هو؟ هل أنه نجمو تصير كونفوجيون بين القولون العصبي وبعض الأمراض الأخرى؟ هذا اللي باش نعرفوه من خلال الأعراض، طرق التشخيص وكيفية علاج القولون العصبي. نذكركم ضيفنا دكتور رضوان الصدفي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي. إذا كان عندكم ما تطرحوا على الدكتور تليفوناتكم على 70-035-120 وإلا 77-288-289. أهلا وسهلا بنوفل الشرطاني في الإخراج التقني الحساسي أحمد شفر اللي مأمن لكم الديجيتال. مالي منصوري كوتي ميكرو تقولكم ما تبدوش الموجة، خليكم برانشي على 93. ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار. سانتي 5.0. مرحبا بكم من جديد الناس اللي التحقتوا بنا في الاستماع العزيز. فضل شكرا توصلنا معكم 38 دقيقة بعد العشرة، مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار في سانتي 5.0. سانتي 5.0. كيف العادة في التوقيت هذا والناس اللي تعودت بينا نحاولوا نعطيكم كل عادة آخر الأخبار اللي تهم الصحة متاعكم. الناس اللي برانشي على 93 في كود 9. Quad 9 santé. كواد 9 سنتي شفهم جديد في عالم الصحة. هذا اللي نعرفوه بأكثر تفاصيل. نبدأ بولاية القيروان، 72 إطار طبي وشبه طبي باش يقدموا الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية بالجهة لمدة سنة. يعزز 72 إطار طبي كما قلنا وشبه طبي مش يكونوا من المجندين للخدمة الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة مختلف المؤسسات الصحية
بولاية القيروان، هكا باش يقدم الخدمات الصحية للمواطنين المدة باش تكون تقريبا لمدة عام في إطار التعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة. كان أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان معمر حاجي في تصريح ليوات بأنه الإطارات الطبية وشبه الطبية تتوزع إلى طبيب أسنان، فما طبيب صحة عمومية، 3 صيدلة و27 فني سامي أول يتوزعون على 12 اختصاص، منها الإنعاش والتبنيج، الاستعجالي، التصوير الطبي وغيره من الاختصاصات الأخرى، بالإضافة إلى 40 ممرض. يشار إلى أن وزارة الدفاع كانت دعات خلال شهر أفريل المنقضي في الإطار هذايا كل الإطارات الطبية والشبه الطبية وأطباء الأسنان والصيادلة من فنيين ساميين للصحة وممرضين للصحة العمومية إناث وإلا ذكور، الناس اللي تجاوزوا السن القانونية للتجنيد يعني 35 عام، إلى تلبية نداء الواجب تعزيز المجهود الوطني في مجال العناية بصحة المواطن في إطار أداء واجب الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى وزارة الصحة. يتنزل تعيين الإطارات الطبية وشبه الطبية في إطار دعم وإسناد هيكل الصحة العمومية بمختلف ولايات الجمهورية بالعنصر البشري المختص، وعملا بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004، واللي هو متعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصول 2، 3 و4 من القانون هذية اللي كنا ذكرناه. ونعرف ولاية القيروان تعاني من نقص الإطارات كالكسوة الطبية وإلا الشبه الطبية، خاصة في المجالات اللي تم ذكرها كما ذكرنا الإنعاش والتبنيج الاستعجالي. نذكركم غدوة زيدة باش يكون عنا تحقيق خاص باش يكون عنا بلاتو سبيسيال في زوم سانتي باش نحكي لكم غدوة على أقسام الاستعجالي خاصة في ولاية القيروان والوضعيات اللي قاعدة تعيش فيها أقسام الاستعجالي. ونعرف احنا المصافحة الأولى للمواطنين وإلا المرضى تكون عن طريق قسم الاستعجالي، بعد يتم توزيعهم إلى إلى بقية الأقسام المتواجدة بالمستشفى باش نحاولوا نسلطوا الضوء على الموضوع هذا. سينا مزنا موصل معكم في كواد 9، نمشيو بكم لرئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي كانت حدث في تصريح ليه اللي كونه ما فماش زيادة مبرمجة في الأسعار متاع الأدوية. نعرف بخاتيك مو كل مرة نلاحظوا اللي فما دواء يزيد، ديما المواطن يتسائل على سبب زيادة أسعار الأدوية وعليش كل تسعيرة تختلف من مكان إلى آخر. كان في رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بوصيل البارح الأربعاء وجود زيادة مبرمجة في أسعار الأدوية على الأقل كي نحكيه على المستوى الوطني، مؤكد أنه موقعش خلال السنة الجارية ترفيع في أسعار الأدوية إلى حد هذه اللحظة. وكان استدرك قائل في التصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه غلاء المواد الأولية والمواد المستعملة في صنع الأدوية مع تراجع قيمة الدينار التونسي قدام العملات الأجنبية، هذه كلها عوامل تنجم تأثر على سوق الأدوية وعلى كلفة الإنتاج، الشيء اللي يخلي إمكانية الرفع وإلا الترفيع خلينا نقوله في الأسعار قائمة. وكان أفاد بأن تونس توفر بفضل صناعتها الصيدلانية 70% من حاجيات الأدوية متاحها وتستورد 30% فقط، دونك إذا كان مش نجي ونحسبوها ما فماش زيادة فعالية في الأسعار. إذا كان احنا بنسبة 70% على الأقل على المستوى المحلي تصنيع الأدوية على المستوى المحلي ما هوش يكون فيه زيادة في الأسعار، ممكن في الأدوية الأخرى اللي تم توريدها، دونك تنجم تكون فما زيادة في الأسعار. وفيما يتعلق بالنقص المسجل في التزويد بالأدوية، كان بين بوصيلة أنه مشكل الاضطراب مازال ماثر في سوق الأدوية، يرجع هذه الكل أساسا إلى مشاكل الصيدلية المركزية فيما يخص خلاص الديون متاحة ومزوديها بالخارج، إلى جانب نقص المواد الأولية والغلاء متاحة. ونذكر احنا في المتينة كان حايم اتناول الموضوع هذا وموضوع دونك نقص الأدوية على المستوى الصيدلية المركزية، وكان خاصة معناها في العلاقة بالكنام وعدم الخلاص متاع الديون والديون المتخلدة هي السبب الرئيسي والأساسي في نقص الأدوية وإلا في الغلاء متاعها. وكان حاول سؤاله فيما يتعلق ببعض الأدوية اللي تشهد نقص وإلا اضطراب، قال اللي القائمة ديما متغيرة باستمرار وما يمكنش الحصر متاعها، على خاطر كانوا هبطوا بعض التصريحات فيما يخص الأدوية خاصة الأدوية في خصوص الأمراض المزمنة، لفما نقص كبير على مستوى الأدوية حتى في تزويد المستشفيات العمومية
الحكومية وإلا المستوصفين ما عندهمش أدوية فيما يخص الأمراض المزمنة، كل كسوة كي نحكيو أمراض مزمنة خاصة فيما يتعلق بمرض السكري وإلا ارتفاع ضغط الدم اللي قال ما فماش لحد الآن، وديما ما نجموش نحصروا القائمة في دواء معين وإلا دواء ينجم يخص الأمراض المزمنة فقط، ديما فما نقص في الأدوية لكن القائمة ديما متغيرة ومتحولة. هذه كانت كواد نف لليوم وأهم الأخبار اللي تهم الصحة نتاعكم. بعد العشرة مازلنا مكملين معاكم في الميشن تاعنا سانتي 5.0. سانتي 5.0. كل الأخبار اللي تهم الصحة متاعكم وإلا معلومات زيادة كيف كيف سينا مختلف الملتقيات والمؤتمرات تتسويت في أجندة سنتية. أجندة سنتية في أجندة سنتية باش نحكيكم اليوم على ولاية سوسة، وننطلق يوم أمس فعاليات مؤتمر الجمعية الوطنية للطب الاستعجالي، ونحتضنت مدينة سوسة أمس الأربعاء فعاليات المؤتمر هذية في دورته 21 بمشاركة أكثر من 750 طبيب لمناقشة عدة مواضيع مستجدة في مجالات اختصاص الطب الاستعجالي. المؤتمر هذا نذكركم مش يتواصل لمدة 3 أيام بحضور ثلة من الخبراء كل سواء من تونس وإلا من بلدان المغرب العربي ومن عدة دول أجنبية، باش يأثث خبراء من كولومبيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والدنمارك وكندا مداخلات موضوعها واقع الطب الاستعجالي في العالم. زيدا باش يكون المؤتمر هذا مناسبة لتدارس مقومات تنظيم أقسام الاستعجالي وفق المعايير العالمية المعتمدة ومشاكل الإيواء في مرحلة ما بعد قسم الاستعجالي، فضلا عن المواضيع اللي تهم أقسام الاستعجالي والمواضيع الطبية. كان شدد بوكاف على رئيس الجمعية على ضرورة إعادة هيكلة أقسام الاستعجالي من خلال تحسين البنية التحتية متاحة، تدعيم التجهيزات الحديثة والكفاءات لتلبية احتياجات المرأة. وكان كشف بوكاف عنه نحو 85% من الأطباء ممن تلقوا تكوينا في الطب الاستعجالي كانوا غادروا البلاد نحو دول الخليج وفرنسا. أكد بوكاف أنه أبرز دوافع هجرة الأطباء مردها تفشي ظاهرة العنف داخل المؤسسات الاستشفائية، وكان أرجع تفاقم الاعتداءات على الطواقم الصحية إلى غياب المعلومة وإلا تأخر متاحة جراء ضغط العمل، لفت إلى أن أقسام الاستعجالي تستقبل يوميا ما يفوق 300 مريض. وهكا معناها نشوفوا أهمية قسم الاستعجالي اللي قلت لكم إن شاء الله غدوة باش يكون موضوعنا المطروح في زوم سنتي، على باش نحكي لكم على الوضعية متاع أقسام الاستعجالي بمستشفى ابن الجزائر وإلى مستشفى الأغالبة اللي هي تعتبر المصافحة الأولى. كانوا تحدثوا في المؤتمر هذية على أكثر مع دونك في الدورة 21 متاعو على وضعية أقسام الاستعجالي. هذيك علاش نصلت إن شاء الله غدوة ضوءهم مش يتواصل المتلفين إن شاء الله غدوة نحاولوا ناخذوا معانا مداخلات في الإطار هذية وعلى المؤتمر هذية بيان سور، ونشوفوا شنية مفرغات المؤتمر هذية مع الشراكة بين مختلف دول العالم اللي يحكيوا على التجربة متاعهم الرائدة في من خلال أقسام الاستعجالي والإمكانيات اللي عندهم والمتطلبات اللي لازمهم تتوفرها لأنه متوفرة في بلادنا وإلا لهذا تنعرفوه بأكثر تفاصيل ويكون غدوة إن شاء الله محور أحديثنا. هكا نكونوا كمان أجندة سنتية. أجندة سنتية سينا احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سنتي 5.0 حتى نص نهار شوية اخر لمامون يسمعوا فينا نحكي لكم على اهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية خاصة خلال 6 أشهر الاولى، شنو الفوائد متاحة اللي ترجع على الصغير وزدا كيف كيف الفوائد متاحة بالنسبة للأم في الدراسات اللي نترقو لهم ديما في كل مرة في سنتي 5.0. يا مرجانا خليكم برانشي على 93. سنتي 5.0 11 دقيقة بعد 11 مازلنا واصلين معاكم المشوار حتى نص نهار في سنتي 5.0. سنتي 5.0 سنتي 5.0 كيف العادة مختلف لي روبريك اللي نجم نسلطوا ضوء عليهم، نحكي لكم على شيفر سنتي. شيفر سنتي
في شيفر سانتي لليوم باش نحاولوا نحكيكم قلت لكم على اهميه الرضاعه الطبيعيه خاصه الفوائد نتاعها بالنسبه للمولود في حدود 6 اشهر الاولى. الرضاعه الطبيعيه هي من اهم الطرق لضمان صحه الطفل وبقائه على قيد الحياه. ضعف الفوائد نتاعها خاصه اول عام من حياه الصغير نتاعكم. رغم الاهميه الكبيره الا للرضاعه اللي كنا تطرقنا لها في عده وعديد المرات, فانه بعض الامهات مالوغوزمون يتوقفوا على ارضاع الصغيرات نتاعهم مبكرا بسبب تحديات الحياه اليوميه, والا ينجموا يستمعوا لبعض المقولات الخاطئه اللي تنجم تاثر على القرار نتاعهم. حليب الام هو الغذاء المثالي للرضع كونه مامون ونظيف ويحتوي على الاجسام المضاده اللي تنجم تعاون على الوقايه من العديد من امراض الطفوله الشائعه اللي نسمع بها. رغم الاهميه نعطيكم رقم, فانه ما يقارب رضيعين اثنين من اصل 3 رضع ما يستفيدوش من الرضاعة الطبيعية الحصرية اللي يوصي بها خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع, وما تتحسنش النسبة هذه منذ تقريبا عقدين وفقا لمنظمة الصحة العالمية. حليب الأم يمد الرضيع بكل ما يحتاجه من طاقة من عناصر مغذية في الأشهر الأولى من العمر متاعه, ويستمر في توفير ما يقارب نصف الاحتياجات الغذائية للطفل وإلا أكثر من ذلك خلال النصف الثاني من السنة الأولى من العمر متاعه, وما يصل إلى الثلث خلال السنة الثانية من العمر متاعه. دونك أكيد فوائد الرضاعة الطبيعية مهمة جدا, خاصة نحكيه على الستة الأشهر الأولى ينجم يحقق نتائج أفضل في اختبارات الذكاء الرضاعي على حسب الدراسات. يحصل على كل ما يحتاجه من طاقة وإلا عناصر مغذية, زي يكون الصغير أقل عرضة لفرط الوزن وإلا السمنة, وأقل عرضة للإصابة بالسكري في سن مبكرة والسكري من صنف واحد. دونك هناك نجي نلخصوا الفوائد متاعه, ينجم يكون عنده التنمية الحسية والمعرفية للطفل, حماية الرضع من الأمراض المعدية, الحد من وفاية الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة, وزاد عاون في الشفاء من الأمراض بسرعة. كانت هذه شيفر سانتي. شيفر سانتي, احنا مازلنا واصلين معكم في سانتي 5.0. الو دكتور, بعد بشويه موعدكم مع الدكتور رضوان الصدفي اخصائي امراض الجهاز الهضمي. اليوم حديثنا على القولون العصبي اللي برشا نسمع عليه, مش نعرفوا اكثر تفاصيل فيما يخص الموضوع هذا. تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289. خليكم برانشي على 9 تليفا. سانتي 5.0. من جديد الناس اللي التحقتوا بينا في الاستماع, نذكركم انتوما في الاستماع للإميسيون سانتي 5.0. كالعادة موضوعنا في ساعتنا الثانية نحاولوا نجيب لكم أهل الاختصاص, ونسلطوا الضوء على نوع من الأمراض ونحاولوا نفسر لكم شنو اللي ما موضوعنا باش يكون القولون العصبي, بحضور الدكتور رضوان الصدفي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في ألو دكتور. ألو دكتور رضوان الصدفي, مرحبا بك على موجة راديو الحياة. أهلا وسهلا بك مريم. وأهلا وسهلا بمستمعيك الكرام مستمعين الحياة فن. مرحبا بك وليد سيبو, ولد الدار عاد انت دكتور رضوين. اليوم موضوع مهم جدا باش نحكيو فيه, اليوم باش نحكيو على القولون العصبي. قلنا احنا كلمة شائعة ودارجة برشا ونسمعها برشا, اما هل انه الناس اللي تسمع فينا تعرفش معناها قولون عصبي والا لا؟ ينجم يندرج ضمن الامراض والا ماهوش ضمن الامراض؟ قلنا احنا فيها كيما الحكاية باش يوصلوا يعرفوا القولون العصبي. انا قلت لك قبيله بشوي هل انه باش نعرفوا القولون فقط, واذا كان زدنا الصفة متاع العصبي واللي مرض وإلا ما هوش مرض, هذه على الأقل نحاول نحطهم في الإطار باش ما تصيرش كونفوجيون مع مختلف الأمراض الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع القولون العصبي هذا موضوع شائك, خليني ساعة نقدم زوز أرقام حتى تعرفوا أهمية هالقلق هذايا. القولون العصبي يشتكي منه تقريب 90% من الناس في جميع الأماكن. لا تقول هذه بلدان متقدمة, هذه بلدان في طور النمو, هذه بلدان متخلفة, عند الناس كلها المرض هذايا منتشر بنسبة 90%. ما فماش إنسان منا ما اشتكاش في يوم من الأيام من قلق في المسرنة بتاعه, يا كرشو تجري, يا عنده قبض, يا يتنفخت كرشو, يا كذا. ولذلك هو يعني حالة مرضية منتشرة بصفة كبيرة. بالنسبة لنا احنا أطباء الاختصاص الجهاز الهضمي 70%
من النشاط نتاعنا في العيادات الخارجية تقريبا يكاد محصور فيها الناس هذوم اللي عندهم القولون العصبي. قولون العصبي كلمة هكا عربية وكذا، ولكن احنا برشا ناس دلجة عندهم عندي المصغنة الخشينة. دونك هذه هي الكلمة اللي دالجة عندنا في عند عامية الناس. عندي المصرانة الخشينة، أكثرية الناس تقول كيما هكا. دايور حتى نحن ان طونك ميدسان اون با دو ديفينيسيون بيان بريسيز، اون بو دير لو كولون ايريتابل، اون بو دير يو كولوباتي فونكسيوني. معناه علاش؟ لأنه هو مرض إلى الآن، الحالة المرضية هذه الآن ما تحددش بالضبط بحاجه معينه. مثلا نعملوا تحليل ونقولوا من خلال التحليل هذايا هذايا انسان عنده قولون عصبي، او نعملوا له تصويره كسواء اندوسكوبيك ولا سكانير ولا حتى اي ار ام، ونقولوا هالشخص هذايا من خلال هالتشخيص عن طريق الصور وعن طريق التحليل هذايا عنده قولون عصبي. نعم، قولون عصبي هو قصه يعني قصة طويلة في أكثرية الأحيان. إنسان المريض يجيك اللي عنده هالمشكلة متاع القولون العصبي يجيك وهو عنده قصة طويلة، قصة طويلة من مجموعة أعراض. يعني هو مجموعة أعراض، شنية هالأعراض هذه؟ كيفاش الإنسان يعرف روحه أنه هو مصاب بالقولون العصبي؟ جملة الأعراض هذه تبدأ بمثلا نفخان في الكرش. يجيك يقول لك الانسان يحس انه بعد الماكله كرشه تتنفخ، وكل نفخه ذاك يتسبب له في قلق، يتسبب له في ساعه مغص. وخاصه يشد الاجناب الاثنين نتاع الكرش والا اسفل البطن، تلقاه وجيعه فك البلايص هذيك، لكن وجيعه تمشي وتجي ما تشدش، يعني يمكن تشدوا مدة زمنية معينة، تشدوا نهارين ثلاثة، تغيب جمعة، تغيب أسبوعين، تعاود يمكن ترجع له. ولذلك هي معناها مغص ونفخان في الكرش، ولكنه ما هوش محدد بالضبط. هنا يا دكتور اي معناها العورض هذه خاصة اللي انت قلت نفخ في الكرش، مثلا يقول لك واحد انا نحس في روحي عندي غاز في كرشي، هذيك هو من كلمة عندي الغاز صحيح داخله في النفخ، يحس الانسان روحه كانه عنده غاز برشا، بالون في الكرش، بالون في الكرش بتاعي، يقول لك عندي عندي الغاز. فما علامه اخرى وانه الانسان مثلا ساعه ياكل مليح، يعمل فطور باهي ولكن يبالغ شويه في كميه الاكل، يحس بتخمه. التخمه هذه اذا كان يحس بها الانسان، خاصه انه بعد ما ياكل هكا ماكله بزيت، اعرف روحك باللي راك يمكن مش تصاب بالقولون العصبي. التخمه نعرفوها الكل، يحس الانسان روحه متقلق، فم المعده سيئه، يحب يتقرع، ساعه يلقاها ساعه ما يلقاهاش، ربما تصطحبها حموضه في المعده نتاعو، في فم المعده نتاعو. وهذه كلها اعراض نتاع القولون العصبي. حاجه اخرى مهمه وهي نركزوا عليها نحن برشا، هو اضطراب دخول البيت الرحم. نعرفوا باللي الانسان العادي المنظم اللي في صحه جيده اللي ما عندوش المشكله دي يدخل مره في ال 24 ساعه يعمل الاستراحه بتاعه، يستريح، يقوم بالبراز نتاعه بصفه معناها سلسه وعاديه. الانسان العادي كل 24 مره في ال 24 ساعه هذا العادي، يمكن تكون مرتين يبقى زاد عادي، مره في النهار ونص، مره في النهار. شنو الاكل اللي كان عنده هو مستانس بالريتم هذاك فهو عادي. القولون العصبي وقت اللي يصيب الانسان يولي عند الانسان هذايا اضطراب في الاستراحه نتاعه. الاضطراب هذا يمكن يكون نوعين، يمكن يكون قبض امساك، يقعد الانسان بالنهارين والثلاثه ما يدخلش البيت الراحه، وهذايا لاحظوه خاصه عند النساء تقمرات تجيك تشكي لك تقول لك عندي الغاز، عندي كذا، عندي القبض، عندي القبض، تقول لك نقعد بالنهارين ثلاثه ما نستريحش. هذا القبض عند الرجال. فما نوع متاع قبض حاجه اخرى، يقول لك ندخل البيت الراحه انا كل يوم ولكني ما نحسش روحي استرحت كما ينبغي، ما يرتاحش، ما نحسش روحي ارتحت.
يحس روحه كأنه ماذا به يعاود يدخل مرة أخرى ومرة أخرى باش يستريح. هذا زاد كيف كيف نوع من الاضطرابات اللي هو يدلنا ويرشدنا أنه يمكن فما احتمال كبير باش الإنسان هذايا يكون عنده القولون العصبي. فما حالة أخرى وهي الإسهال. فما ناس اللي وقت اللي يخلوض شوية في الماكلة ولا يأكل بزيد وعلاش نقول أنا الكلام هذا لأنه هذا مش نرجعوا له في العلاج نرجعوا له في العلاج أنه الناس اللي ما عندهاش ميزان في الماكلة يعني ما هيش منظمة في الماكلة متاعها ما عندهاش نظام غذائي صحي ومنتظم هذوما يمكن يصابوا بالإسهال يبدا يجي وقت من الاوقات تاكرشو تجري متقلق مغص وهو هذه ساده يلزم نلاحظوها هو انه المريض وقت اللي تجيه العوارض هذه ديما ما يربطهاش بالقهوه السبب لا هو يقول انا اليوم كرشي تنفخت على خاطر الفطور كان لوبيا اللوبيا حشاها عمرها ما كانت اللوبيا تنفخ الكرش مش دالجة عنا كليت اللوبيا كليت الحمص شربت جازوز لا الجازوز 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 لا أنا نحكي على المآكل الطبيعية المآكل الطبيعية اللي معناها من المفروض ما تأثرش المآكل الطبيعية اللي الإنسان يأكلها ويربط القلق اللي جاه بك الماكلة هذيك هو لا هو لا هو لا ما فما عندك قلق في المسرانه نتاعك دونك المسرانه هي سبب ماشي الماكله هي السبب اللي ولا وانت زاده وقت اللي ما عطيتهاش النظام الغذائي الصحيح هي وقتها تقلقت وتولي سيركل فيسيو انت تاكل الحاجه ديك تتقلق والمسرانه الخشينة تقلق تولي زاده تقلقك ولات كل حلقه معناها حلقه مفرغه سيركل فيسيو هذيك تعطي هذيك وهذيك تعطي هذيك الا الـ قلنا القبض الإسهال الانتفاخ والنفخان هناك عوارض أخرى عوارض أخرى هي خارج الجهاز الهضمي وهذه زادة موجودة ونجم تصير كثرة في عند الناس اللي عندهم القولون العصبي ويلزم الإنسان ينتبه لها اللي هي وجع في الرأس أكثريتهم الناس اللي عندهم القولون العصبي عفوا يشكيوا من صداع راسه ديما يوجع على أي حاجة وتو نشوفوا سبب من أسباب وجعة الراس لأنه مش مشدين الرجل بتاعهم كما ينبغي دونك هذه معلومه مهمه جدا الحقيقه دكتور وجاي على الراس خاطر نعرف برشا حالات انا عنده مقلق في المعده اونتروتون قلت علاش راسي ولا ديما يوجع فيا ما ينجمش يعطي المسببات يقول لك بوتيت شقيقه بوتيت قهوه بوتيت اي حاجه لكن معناها دونك وجيعة الراس هذه تنجم تكون خاطر احنا كي ذكرنا الاعراض الاخرى دكتور اللي هي تقريبا تنجم معناها تتمشى مع مختلف اعراض اي مرض ينجم يصيب المعده نتاعنا يعني, يعني 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 وقت اللي تدخل لي اي مرض انا قلت لك باللول هو ماهوش مرض خاص تو القرح مثلا نعملوا فيبرو نلقاو قرح نلقاو قرح موجود على الشخص نجم الشخص التشخيص يبدا واضح ونعرفوا كيفاش نداويو اما القولون العصبي باللي تعمل تصاور تعمل تحاليل ما يعطيكش حتى شيء ما يعطي القولون العصبي هذايا الا في المرحله الاخيره وقت اللي لا قدر الله تقع المضاعفات كما لا مالادي دوكران والا العفن او عفن عفى الله الجميع الكونسير دي كولون فهمتي شو وقتها نقولوا هذا او مرض موجود اما القولون العصبي والعوارض اللي كنت نتحدث عليها انا هي عوارض غير منتظمه يمكن تجي يمكن تمشي توا قاعدين نتحدثوا نحن على العوارض الجانبيه اللي هي ماهيش تابعة الجهاز الهضمي ولكنها هي من أصل صاير في المعدة القولون العصبي قلنا أولا صداع ثاني حاجة الإنسان اللي عنده القولون العصبي في أكثرية الأحيان يحس ديما روحه تاه يحس ديما روحه فاشل ما 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 وشي معناها مرتاح كيجي بذل المجهود يلقى روحه ما عندوش الطاقة الكافية باش يقوم بك المجهود هذاك كما ينبغي هناك عامل آخر وهو التوتر أكثرية
الناس عوجينا طول كلمة عصبي جاي تقولون العصبي هو أنه أكثرية الناس هذوم تلقاهم التوتر في المزاج نتاعها قام ناس ينفعلوا فيسع يتغشوا فيسع ربما تقصد أنت شكون تقصد ألا مريم فرديش هذا موجود يعني وذاك علاش احنا قلنا هو مرض يعني منتشر كبير مثلا هالغش في سعفيسع والانفعال في سعفيسع والتوتر في الأمزجة ولا بكثرة كما كثرت وجود القولون العصبي يعني شيء مربوط ببعضه بي. مش هو بي دكتور جوست لهنية باش نحطوا له مش هو العصب في المعدة لان ينجم يقولك عندي عصب في المعدة هو راهو الوقت اللي نقوله عصب في المعدة ما فهمش حاجة هكا ما فهمش تحليل ولا تصويرة معين تقولك عصب في المعدة لا ولكن احنا كي نستمعوا للمريض وذي الحاجة اللي باهية عند الأطباء أنهم يستمعوا للمريض يقعدوا يتصنتوه شو يقول ومن خلال الكلام نتاعه ومن خلال الأعراض اللي يبدأ يوصف فيها وساعة ساعة يبدأ يوصف فيها بدقة متناهية يقول لك مش نقول لك اش عندي بالتفصيل الممل وهذاك إنسان هو علامة من علامات أنه الإنسان هذاك اللي استرسي واحتمال كبير يكون عنده القولون 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 العصبي سرعة الاستفزاز هذه ألا مريم يمكن تتحول إلى كآبة يعني الناس اللي عندهم القولون العصبي تلقاه عنده شيء من الكآبة وهذاك علاش فما بعض دراسات تعملت على مشكلتها القولون العصبي ونصحت الدراسات هذه بأنه من جملة الأدوية اللي الأفضل تتعطى للمريض اللي عنده القولون العصبي هاللي زنتي ديبريسيف وللأسف الشديد أن هاللي زنتي ديبريسيف هذوما الأدوية ضد الكآبة والتي منتشرة بصفة كبيرة ياسر وأنا ضدها في الحقيقة أنا ضدها لأنه كي نشوفوا نحن عبر متابعتنا للمريض خلال مثلا سنوات نلقاه أنه إذا كان قبل من اللول يكتفي بحربوشة اتأكد أنه بعد عام أو اثنين تولي حربوشة يولي يضعف الكمية حتى وحده يضعف تولي أستيسع إما وحده وإلا طبيب يلقاه أنه ما هوش يراكح بالقدام مش يزيده إيش هي الفايدة كيلو كان لي زانتي ديبريسيف هذوما كانوا يحلون المشكلة راهم حلوها لكن ما حلوهاش حلوها ممكن بطريقة وقتية محدودة ما ولذلك ما فماش نجاعة سنرى في آخر الحلقة إن شاء الله عندما نتحدث عن العلاج سنرى أنه هناك علاجات أخرى هي أفضل وأنجع ونوصل بها إلى 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 إنتاج بحول الله ملموسة في الـ في الـ في الـ في مخصوص الموضوع القولون العصبي الأعراض هذه هي في الحقيقة تكدر حياة الإنسان الإنسان اللي عنده القولون العصبي خاصة إذا كان تمادى معه مدة سنين فتيش ولا يكدر له حياته لو بيانيتر ما عادش مرتاح لا في خدمته لا في العائلة متاعه لا حتى في حياته الشخصية تلقاه ما هوش مرتاح الناس اللي عندهم مشكلة القولون العصبي هنا مش نتحدث على حاجة مهمة ياسر ونطلب من الأخوة المستمعين ينتبهوا ليها مليح هناك أعراض اللي مريم دول الأعراض اللي كنا نتحدث عليها هذه أنه إنسان كرشو تتنفخ واللي عنده قبض ساعة ساعة واللي عنده سهل بعض الأحيان أيامات يكون عنده قبض وأيامات يكون عنده إسهال يبدأ هكا أمبو ستريسي هذوما كلهم يعني مش مقول كل شيء تعدى الإنسان والناس للأسف الشديد ما تنتبهش له لكن فما الكليماتيزور دكتور خلكم الكليماتيزور لي لأنه مازال الوقت يظهر لي أنا شوية هناك أعراض لمريم وهذا مش نأكد عليه هي أعراض خطيرة وقت اللي يقول أعراض خطيرة يجب على المريض عندما يتجيه هالأعراض هذه
لابد باش يراجع الطبيب نتاعه ديريكتور. هذه ما فيهاش، لابد يراجع الطبيب نتاعه وفي اقرب وقت، لان هي تحدث عند الانسان اللي عنده القولون العصبي. اول حاجه هو هبوط الدم. اذا كان الانسان يحس في البراز نتاعه، في الفضلات نتاعه فما دم، اما قبل الاستراحه ولا بعد الاستراحه ولا خلال انتهاء الاستراحه، اذا الانسان لاحظ انه فما دم مع الاستراحه نتاعه مع الفضلات نتاعه، لابد يراجع الطبيب نتاعه في اقرب وقت. ليش؟ لان الدم هذايا هو علامه من علامات الامراض والمضاعفات الخطيره نتاع القولون العصبي. ولذلك الطبيب كي يمشي هو للطبيب، ونتمنى انه الناس ما تتهاونش بالمساله هذه، ما تتهاونش فيها، لانه فما ريسك كبير نتاع وجود امراض خطيره، وجود امراض مش باهي. لذلك يلزم يراجع الطبيب نتاعو، وفي الحاله هذه تستوجب التحاليل، تستوجب التصاور، وهو المنظار اللي يعملوها اطباء الجهاز الهضمي، المنظار لكشف القولون. وقت نشوفوا القولون بالمليمتر نشوفوا ايش فيه من اوله الى اخره. هذايا من ذلك يبارك فيكم، لا نتهاون مع نزيف من اللوطة حدث للإنسان، وخاصة هنا خاصة لأنه مش زيد نأكد أكثر، وخاصة الناس اللي فوق الأربعين. الناس اللي فوق الأربعين ما يتهاونوش، مش معناه جماعة العشرين والثلاثين يتهاونوا، لا ما يتهاونوش، لأنه بيد هالأمراض دي ولينا نشوفوا فيها معناها في أعمار معناها صغيرة. ولذلك الإنسان ما يزمش يتهاون قدام النزيف هذا اللي ملوك. ولكن هاني مش نحل قوس وهو بشرة للناس، أروا في أكثرية الأحيان هالنزيف هذا جاي من حوايج بسيطة في أكثرية الأحيان، يعني نعملوا كولوسكوبي ونعملوا تحليل نلقاو حكاية العذر جرح أما الفايدة كونا نتأكد من شو حاجة معناها اللي المعالجة بتاعها أولا سهلة، ثم ما ينجرش عليها أمور أخرى خطيرة على صحة الإنسان. مش كيما لا قدر الله كي نلقاو الأمراض الخايبة الأخرى. ثم حاجة أخرى، الأمراض حتى الخايبة هذه وقت اللي نلقفوها في أقرب وقت، هناك العلاج نتاعها معناها يعني فما نسبة نجاح باهية لنشفى بحول الله من هالمرض هذا، فما نسبة باهية وقت اللي نرفو المرض على أوله في بدايته، مش كما نخليوه حتى لين يتفاقم وتولي أمور أخرى أمور أخرى أمور أخرى أمور أخرى. هنا معناه نأكدوا دكتور اللي ما لازمهمش يخافوا، ميسالش يقوموا بالتحاليل اللازمة، ونجم يكون الأمر بسيط. شوف الطبيب نتاعك، اعمل كولوسكوبي، لابد من الكولوسكوبي. لا باش نزيد نقول لك حاجه، مثلا في فرنسا، في فرنسا ولات هذه معناها اللي من 40 ل 45 عام تقريب كل الناس عملوا هالكولوسكوبي، عملوا هالمنظار، عملوا هالكشف على المصاريف الخشيط، هبط دم ولا ما هبطش دم، هذاك اللي هبط دم هذاك ما نحكيوش عليه، هذاك فهمتيش ولا طول. حتى الناس الفائل اللي توصل 45، لانه لاحظوا انه وقت اللي نلقفوا المرض في البدايه نتاعو فما نسبه باهيه ياسر من الشفاء التام. هذا فوائد التشخيص دكتور، التشخيص المبكر خاصه. هذا ولذلك انا ناكد على الموضوع هذايا، ناكد على انه اذا لسان لا قدر الله حدث له دم، حدث له نزيف من اللوطه، لازم يراجع الطبيب نتاعو. فما علامه اخرى زاده لازم الانسان ينتبه لها، اذا كان حس انه مع الاعراض الاخرى اللي عنده حرارته ديما طالعه، خلينا نقولوا يحس بالفوارة ينجم يقول لا، هذاك هذيك علامه عصبيه الفوارة، سيدي سيني نورو فيجيتاتيف، يعني تابعين الجهاز العصبي لو سامباتيك والباراسامباتيك. هنا معناها دكتور يولي قيس السخانة نتاعو، قيس السخانة نتاعو، إذا فما سخانة مرتفعة فلا بد يراجع الطبيب نتاعو. فما علامة أخرى هو أنه الإنسان تولي عنده يعني خلال تطور المرض نتاعو، وعنده كما قلنا هو مش مرض، هو مش جاه اليوم القولون العصبي، في أكثرية الأحيان تقريبا 100% من الحالات هو إنسان عنده عام ولا عامين معناه هو عنده هالعلامات وهو مستغني عليها،
مش عطيها أهمية، مش مهتم بها، مش حطتها في باله. هاي تنفخة كرش وهذاك على خاطر كليت الفول وتوا وقت فول. هاني أي جرة كرشي لا، ذاك كليت كسكروت البرة لازم فيه تعفن. قبضة كرش وهذاك في التيش ولا لازم هاللي مادة دي ناكل في برشا عجين. أنا ذاك علاش جاني قبض. هذه علامات يعني في أكثرية الحين الناس تتهاون بها وتعديها وما تعطيهاش أهمية. ولكن دم نزيف وقت حالة يلزم الإنسان يراجع الطبيب نتاعه في أقرب وقت. قلنا السخان، فما علامة أخرى هو عدم الرغبة في الأكل. يقول الإنسان هكا ما عينوش بالماكلة، تحط له الماكلة يقول لك أنا عايف الماكلة. الإنسان عنده الأعراض الأخرى، نفخ في كرش وشوية ومرة تجري ومرة قابضة ومرة كذا، ويزيد معناها يولي عنده عدم الرغبة في الأكل، سكون أبين لانوريكسي. الإنسان تحط له الماكل كذا وما يأكلش، عايف وتتواصل معه، مش نقوله خاطر نهار تغشش ولا مش نهار وكهار، فما أعراض متواصلة هكا أسبوع 10 أيام كذا. الإنسان هذي يزم يراجع الطبيب نتاعه، يزم يراجع يشوف شو السبب نتاع عدم الرغبة في الأكل. فهناك علامة أخرى وهي مهمة ياسر، هو أنه الإنسان يهبط في الميزان نتاعه، شو دو بوا. الإنسان يكون مثلا يوزن في 70 وإذا به يلاحظ روحه ولا العيلة نتاعه تلاحظ له أنه بعد شهر شهرين ضعف برشا، ضعف غير عادي. ما هو الإنسان يعمل في ريجيم، لا، هذا الإنسان يعمل في ريجيم وضعف وكذا، كل أمور عنده سبب عارف السبب نتاعه، أنه هو عامل ريجيم، بطل كذا باش ينقص في الميزان نتاعه، هذا عادي. أما أنه الإنسان ما بدلش عاداته الغذائية، ما هوش مشى في برنامج نتاع تضعيف روحه وتنقيص في الميزان نتاعه ويضعف ويلاحظوا عليه معناها العيلة نتاعه، هالإنسان هذا زاد كيف ما يجبوش يستنى، يلزم يمشي يشوف الطبيب نتاعه. ولذلك يبارك فيكم، لابد من الانتباه لا للأعراض هذه التالية، اللي هي نزيف من اللوطة، اللي هي عدم الرغبة في الماكلة، اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة. والحالة الرابعة هو أنه الإنسان يضعف في الميزان من غير سبب، يضعف في الميزان ما فما حتى داعي باش يضعف. هالحالات هذه، هالعوارض هذه، الأعراض مش عوارض، هالأعراض هذه إذا الإنسان يتكلم صحيح ولا لا؟ الأعراض أنا دقيق ياسر في هالأمور هذه، ما نحبش غلطة تتعدى في الكلام. لا، الأعراض أنا ما نقبلهاش حتى إنساني. الإمبرفكسيون يعني اللغة مهمة ياسر، خاطر أنا جميل أثر بها. اللغة مهمة ياسر لمريم، حتى في خطابنا ما بين بعضنا يجب أن تكون لغة صحيحة وتوصل المعنى الصحيح. إذا كلمة ما توصلش المعنى الصحيح دونك نجم ندخل في كونفيزيون لهنايا، وخاصة عند الشباب أنا لاحظت أنه ولا نقص برشا، ولات كلمات تستعمل وهي لا معنى لها، لا موجودة في حتى لغة. عندنا دكتور جاسبياج نتاع اللغة. كيما تشوفك الكتيبة، هالكتيبة اللي جديدة اللي يكتبوا بها في الفيسبوك، ما أنزل الله بها من سلطان. دعاء وندرى شنو، ثلاثة مقلوبة وندرى شنو، يعني أوكا دكتور مشيكم من القولون العصبي لا داخل في الثقافة نتاعنا، لأني أنا بعد مش لأنه هالقولون العصبي هذية هو ألا مريم كما قلت لك ملول، هو قصة وقصة مش مرض معناها مشخص، هو قصة معينة وتدخل فيه ثقافة الإنسان. الإنسان اللي عنده ثقافة صحية مش يراد دم هبط منه ساكت يقول لا حتى شيء عندي هو ديما دكتور عذر. احنا حكينا على برشا اعراض الحقيقه، اعراض عاديه اللي تنجم تكون عند الناس الكل، وهو منذ بدايه تحديثنا احنا في الاول قلنا 90% من الاشخاص عندهم القولون العصبي. نعم. اللي الناس الكل بعد حكينا دكتور على اعراض ماشيه وتتطور، فما شكون معناها وجيعة الراس، التعب، التوتر، واعراض ما اخطر اللي هي الدم في البراز نتاعهم والا السخانه طالعه، زاد كيف حكينا على
الحالات الاخرى هذوما الناس الكل دكتور احنا كي نقولوا 90% اشكو 90% هنايا في حاله التشخيص توصلوا لها احنا بعد بشويه. يقول لك انا نعاني عندي انتفاخ في الكرش عندي شوي الناس كل شيء باش يتشخص في الحاله هذية والا فما تعاملات بعد باش تكون سولون الاعراض اللي عندنا ديجا. كيفاش هنايا باش يقول لك خاطر الناس الكل براتيكمون باش تخاف تقول لك انا عندي 90% ذاك الناس بعد نسبه 90% الناس عندهم القولون العصبي اللي قلنا احنا في حد ذاته ماهوش مرض هو القولون العصبي هو مرض. مرض ما يتمش تشخيصه هو, هو, هو مرض ولكن غير دقيق في تشخيصه أما هو مرض بدليل أنه أكثر دويات مستعملة هي عندها الناس اللي عندها القولون اللي تعب يعني استعمالهم للأدوية ما تتصورش قديش يعني يوحدهم يا عن طريق عدة أطباء لأن عمرك ما تلقى إنسان مريض بالقولون العصبي شاف طبيب واحد لا شاف ثلاثة وأربعة وشاف الاختصاصي فما من القولون العصبي ساعة يبعثون لك طبيب الجهاز التنفسي يقول لأنه هو يمشي لأنه عنده القنفس ما تتنفخ كرشه تضغط له على صدره يحس بضيق قنفس يقول أنا نمشي للطبيب نتاع الجهاز التنفسي. هو المشكلة في هو المشكلة في القولون نتاعه المشكلة في المسرنة نتاعه وكثيرية الأحيان معناها يجيونا مرضى من طبة القلب لأنه وقت اللي يضغطك الهواء ذاك يعمل له دقة زاهية يحس كأنه قلبه هكا يرف وحده الناس تخاف تقول المسرنة يتهاب اما تقول القلب لا يبان يقول لك حاجه لعب عشان لعب القلب يمشي يجري طول واللي هي معناها الداء الاصلي هو في وطبيب القلب يشخص ويعمل ليكو ويعمل التخطيط ويعمل اللازم الكل يلقى القلب نتاعه لاباس عليه دونك يتلز وقتها باش يبعثوا للطبيب الباطني للجهاز الهضمي لان القلق الكل جاي من المسرن الخشن ولذلك هو مرض لانه يتعب الانسان تعب الانسان لا 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 انت توا قلت لي موضوع انه الناس ما مش تقول 90% وعندها القلق هذايا وعندها الواحد شي يعملوا انا الناس هذوما نحبهم يستناو الوقت اللي مش نتحدثوا على العلاج. هو احنا عندنا مازال الحقيقه قديش نو في 8 دقائق كيكا ثمانية دقائق في العمر اللي ميسيون تاعنا معناها نتاع العلاج خاصة هذايا لازم يظهر لي دكتور باش نحكيو فيه برشا نسيتش احنا قبل نوصلوا للعلاج دكتور فما التشخيص اللي قلنا تشخيص صعيب نتاع الحالات هذوما خاصة في معناها باش نعطيوهم الأسباب المحددة شنو هو العوامل اللي ساهمت في الحاجات هذوما اللي هما بعد من ضمن العلاج كما قلنا احنا على النظام الغذائي اللي لازم يكون وديما احنا نقولوا النظام الغذائي المتوازن هو اللي ساهم هو المتسبب في عديد الأمراض إذا كان أنت كان النظام الغذائي نتاعك ماهوش متوازن تحدثت مع زميلنا الحايم بامال دو فوا زيد حتى في رمضان في مختلف المواضيع يقول لك القلق نحس بنفاخ بعد الماكله تطرقنا لبرشا مواضيع وديما نلقاو احنا دكتور في نفس الحلقه نرجعوا ديما فينا المو نحكيو على الماكله اللي هي تنجم تقلق خلينا ما احنا باش نخليو لهذيك حصه وحده خاطر لازمنا قلنا فيها برشا تركيز وبرشا نصايح وكيما الثقافه باش تكون للناس اللي تسمع فينا دونك نخصوا لها هذيك حصه وحده. اما هنا دكتور هيت نمشيو للتشخيص كيما قلت لك انا هل انه الناس الكل وقت اللي حاست خلينا نقولوا حتى الاعراض الاوليه معني جوست اسهال قبض غاز نفخ في الكرش هنا ديريكتومون لازمهم يمشيوا للطبيب والا يقعدوا يراقبوا احنا قلنا على مده عام ماهوش معناها نتاع نهار مره بعد قداش لكن فما العوامل الاعراض هذوما كيما قلت انت الاعراض هذه اللي كنا نتحدث عليها هي اولا مره تجي مره تغيب واحد اثنين مره يجوا الاثنين مع بعضهم تلقاه غاز ونفخ وقبض تلقاه اسهال واحساس بتخمه تلقاها في حياته العملية ولا إنسان عصبي يعني هي يمكن يكون عارض واحد يكون موجود يمكن يكون اثنين يمكن يكونوا الكل مع بعضها الإنسان بعقله وقت اللي يحس بهالأمور هذه يبدأ ديما يلوج على الأسباب الخارجية وما يلوش على السبب الداخلي اللي هو السبب فيه ليش؟ لأنه
هنا انت كلمة جبت ثقافة تو بعد نشدوها في العلاج لأنه فعلا السلام. ثقافة فعلا ثقافة سين كولتور السبب الرئيسي تاع هالأمور هذه الكل هات نرجعوا المصران الخشين شنو دوره هو في الدم نتاعنا شنو دوره حاجتي هو في الأمعاء نتاعنا تقوم بدور امتصاص الفيتامينات المعادن الماء المخلفات نتاع الهضم نتاع الماكلة اللي ناكلوها يقع امتصاصها باش ينتفع بها البدن هذا دور كبير تقوم به الأمعاء نتاعنا الدور الثاني وهو مهم هو أنه الأمعاء نتاعنا هي في حركة دائمة وحركة تموجية أنا مرة وصفتها قلت لكم شفتوشي مرة تصويرة متاع المصرى الخشينة إذا شفتها التصويرة متاع المصرى الخشينة تلقاها تموجات تقول عليها موج متاع بحر لأن المصار ديما في تموجات ديما في حركة دائمة واش الحركة هذه هي تدفع ببقايا الهضم اللي هي الفضلات تدفعها بشوية بشوية باش تخرج لأنها سموم بعد عملية الهضم اللي يبقى في الأمعاء متاعنا هي سموم ولا بد من إخراجها فالأمعاء تقوم بها الدور الكبير هدايا خاصة المصرى الخشين هو أنه يقوم عن طريق الحركة التموجية متاعه بإخراج هذه السموم هذه الفضلات بطريقة سهلة وسلسة وهذاك علاش من جملة أعراض الناس اللي عندها القولون العصبي تلقى عنده قبض ولا سهل يعني خدمة أكثر من لازم وإلا في أكثرية الأحيان هو قبض ليش؟ لأن الحركة التموجية هذه تولي حركة متبسطة ما عادش حركة تموجية ولذلك الوظيفة هذه وقت اللي يقع اضطرابها وقت اللي تضطرب الحركة التموجية بتاع القولون وقتها نحن نمرضوا بالمصرى الخشين وقتها النجم نفسر لك أنا هنقول لك علاش يتنفخ ما عادش غاز يتحرك علاش القبض ما عادش الحركة ما عادش منظمة الإنسان يضعف ويشحب وتقالوا عدة أشياء لأنه عملية الامتصاص ولات ما عادش تقع كما ينبغي هل الاضطراب هذيا عنده عوامل عنده عوامل مش نختموا بهم دكتور بيش كمزيل عنا ثلاثة يعني دقائق يعني أنا قداش مثلا ثلاثة دقائق لا ثلاثة دقائق أنا مش خلينا نلخص وشنو معناها أنا مش نحكي على حاجة برك لا مش نحكي على حاجة برك لأنه نجم نبداوها توا ونكملوها المرة الجاية هو علاش تنفخ الإنسان وقت يقولوا تنفخ معناها عنده غاز جبتها كلمة يقول لك أنا إنسان عندي الغاز برشا الغاز هذية والهواء هذية منين يجي يجي من حاجتين اثنين لا ثالث لهما أول حاجة هو بلعان الهواء كيفاش دفع؟ هاني جيتك ثاني حاجة هي التخمرات الزايدة اللي تقع في الأمعاء نتاعنا هذه كيفاش تكون الغاز ما فماش بلاصة أخرى يجي منها الغاز إحنا وقت اللي نبدأ نتكلموا وإلا ناكلوا نبلعوا نسبة قليلة من الهواء أما الناس اللي عندها العادات اللي مش باهية يبلعوا ياسر هواء أنا بديت هكا أشكون هما اللي يبلعوا ياسر هواء اللي يبلعوا ياسر هواء هما الناس اللي تاكلوا بسرعة يحط لك الماكلة يبدأ مزروب بالوقت يبدأ لقمة مازالت معناها شطرها هضم ويبلح فك البلعان هذيك من غير ما يتريث من غير ما يبدأ عملية المضغ تمت كما ينبغي يبلع معاها كمية كبيرة من الهواء دونك الناس اللي تاكلوا بسرعة هي تبلع أهواء أكثر من لازم هذاك مش يتلم في الأمعاء في الأمعاء وفي الأمعاء نتاعو الناس اللي تاكل الشينغون العك وتوا للأسف الشديد نجيو لصغيراتنا ونقولوا بلتاك كعيبة شينغون ما يسالش يودي علاش كعيبة شينغون شنو يعمل به أكل مضغان وخاصة أنتم نساء سمحني تلقى تبدأ قاعدة هذيك علاش قلنا نسيت عاني أكثر من ينعم فيهم ينعم الغازات ينعم ليش؟ لأنه مشكلة العلكة هذه سان وقت اللي يبدأ يمضغ فك اللبانة ولا فك الشنغومة ذاك يبلع برشا هواء الناس اللي تتكيف
كو سوا يتكيف سيجار ولا يتكيف شيش. الناس هذو ما زاد كيف كيف يبلعوا نسبة كبيرة من الهواء الهواء اللي محاط بينا. الناس اللي مركبة دي بريج يعني أسنان اصطناعية خاصة كي تبدأ ما هيش منظومة بالكدام ما هيش لاسقة بالكدام تبدأ تتحرك ما بينك الأسنان هذيك يمكن يبلعوا نسبة كبيرة من الهواء. هذوما الأشخاص اللي معناها احنا قلنا من الهواء بلعن الهواء وعملية التخمرات يقول لي نجدوها المرجي القادمة لأنها مهمة ياسر. دكتور منظم المنهجية واضحة عارف روحه شنو لازم يقول وشنو جاي قدم معنا في القناة سيبو مازال عندكم دقيقة. الحقيقة دكتور موضوع مهم جدا اليوم حكينا عليه كما قلنا أغزمون وضحنا لهم خاصة اللي قلنا نحكي على المصرين اللي خشينا بالمفهوم العامي امتاعنا بيش العبيد تتحط في الإطار خذ الكاس معك قولون عصبي يقول كنا إيش معناها قولون عصبي أبخيتو نسمع الكلمة ما نعرف شنو حطيناهم في الإطار نتصور اليوم أعطيناهم خاصة مختلف الأعراض طريقة تشخيص اللي قلنا صعيبة شوية المراجي في الحصة جاي إن شاء الله نوعدهم كي نحيتنا القدرة إن شاء الله بالخميس في نفس التوقيت أن نحكي لهم ونعطيهم خاصة ليجين دو في اللي لازم يعيشوا بها والثقافة اللي حكينا عليهم باش يتجاوزوا المشاكل هذه الكل. غو ميرسي اللي كنتي دكتور رضوان الصدفي طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي وعدنا إن شاء الله يتجدد معكم جمعة دكتور رضوان الصدفي في نفس التوقيت. غو ميرسي نوفل شرطاني في الأخراج تقني الحصة أحمد الشفار اللي أمن لكم ديجيتال شي نونس الهمامي اللي كانت في استقبال تليفوناتكم في أقل من دقيقتين نجيكم سيوار بن حميدة قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية وبعدها بشوية نجيكم سيه محمدي في ريكاب ميدي مري منصوري كوتي ميكرو تقولكم إن شاء الله غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت خليكم برانشي على 93.5. على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سانتي 5.0 صحتك بالدنيا.